الآن في نهاية المطاف بيولي يقول بأن بن ناصر ليس جاهزا ليس من جاهز. الناحية البدنية، ولكن يلزمه بعض الوقت وبعض الأيام من أجل أن يعود إلى مستواه العالي. هل تؤمن بقدرته على التدارك بسرعة عمر؟ في نهاية الموسم ما نظنش، ما نظنش، لأنه راح لابد أن ننتظر بن ناصر في الموسم القادم. أنا نظن ما بقاتش لقاءات كثيرة هذه السنة، حتى المدرب لما يدلي بتصريح مثل هكذا وإحنا في نهاية شهر أفريل، نظن أن موسم بن ناصر تقريبا نقول انتهى، ولكن إن شاء الله يعود بقوة. وما عندناش شك اللاعب عنده إرادة فولادية، بعد ما عاد بإصابة كانت تبدو من المستحيلات يعود بهذاك المستوى، ما عادش لحد الآن، ولكن نتوقع الموسم القادم يكون أفضل. مصائب قوم عند قوم فوائد، مصائب بن ناصر فوائد عدلي. عند عدلي أمين. عدلي فوائد، فوائد عند العادي عند كل لاعب وسط، لكن هو تحدث عن عدلي بالذات. علاش نخص انا عدلي بالحديث؟ لان المدرب تحدث عن عدلي، ستيفاني بيولي قال بالنسبه لي عدلي والجاهز هو الذي سيلعب الان حاليا. كما قال لك ميدو، كره القدم تتحرك في الاتجاهات. نعم. في الاتجاهين بسرعه. نعم. كبيره، يعني تتغير كثيرا. لذلك الان عدلي في مستوى بدني احسن من بن ناصر، ولكن الايام القليله المقبله قد تأتي بالعكس. على كل حال، حتى عدلي ما نشاهد فيه قدم مستوى خرافي مع نادي ميلان، شاهدناه لاعب عادي جدا. والمشكل أنه لازال لا يعرف كيف يتصرف، كيف يتحدث، كيف يصرح لوسائل الإعلام. تخيل أنه في المباراة الأخيرة أمام انتر ميلان، وكأني أستمع إلى مالديني أو أستمع إلى نيستا في أعز أيام، وتخيل ماذا قال لوسائل الإعلام. قال بدأ غاضبا من الطاقم الفني، قال أن نتلقى الكثير من الأهداف من الكرات الثابتة، لا أعرف كيف لم يتفطن الطاقم الفني لهذا الأمر. وتجاوز ذلك وتمادى أكثر لما قال أنه يجب على ميلان أن يقوم بانتدابات جديدة وكبيرة في المستوى حتى يعود إلى سابق عهده. نعم. نتحدث الآن أيضا عن أيت نوري، أفضل لاعب جزائري في الوقت الحالي والأعلى قيمة سوقية بين كل اللاعبين الجزائريين الذين ينشطون سواء في الخليج أو في أوروبا. ما هو الجديد يا ميدو؟ سمعنا الكثير عن اتصالات متقدمة، أخرى متأخرة، وأخرى ستتم لاحقا، وسمعنا أيضا عن نادي بحجم ريال مدريد وضع أيت نوري ضمن مخططاته البديلة على الأقل، وسمعنا أيضا بأن مانشستر سيتي يريده بقوة، وسمعنا أيضا بأن أرسنال يتربص به. إن شاء الله بركة، إن شاء الله يروح ناديك. سمعنا اليوفي والإنتر روما برشلونة بعد راح لها في السد القطري. إحنا نحبوا سمعنا وسمعنا وسمعنا ونكبروا. إن شاء الله يكون في ناديك. تمناوا اللعب هذا، قلت لك شحال مختار سي لو سول جوار اللي في السيليكسيون عنده بروفيل تاع يلعب في الأندية طوب. لكن حذاري من هذا كل ما يقال هنا وهناك، يجب أن ننتظر قليلا. الأخبار التي نسمعها مجرد أخبار تقال لحد الآن، لكن الرسمي لحد الآن لا أحد يملكه. اليوم ما زال ما شفناش وكيل أعماله ولا تحدث وقال باللي عنده اتصالات رسمية من هذا النادي من هذا النادي من هذا النادي. وهذا احتراما لنادي ولفرهامبتون اللي يلعب، اللي ما زال موسم ما انتهاش في الدوري الإنجليزي. ننتظر ربما إلى غاية نهاية الموسم وبعدها نشوفوا الوجهة الأقرب بالنسبة لراين أيت نوري. نتمنى يبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز، ذلك أفضل له. أفضل نادي أنا بالنسبة لي شخصيا نتمنى يروح له أيت نوري هو مانشستر سيتي، لأنه هذا اللاعب تصور مع كاع لابولي فالونس اللي عنده، تعدد المراكز اللي يلعب فيهم. انا نشوفه اليوم في ولفرهامبتون يلعب جناح ايمن، في بعض المرات يلعب جناح ايسر، في بعض المرات يلعب في وسط الميدان، في بعض المرات يلعب ظهير ايسر. هذا مع بيب غوارديولا يلقى له منصب ليليق به، وممكن انه يساعده في تفجير امكانياته اكثر فاكثر. وهذا الشيء اللي راح يعود على اللاعب اولا بالفائده وعلى المنتخب الوطني بالفائده ايضا. انا شخصيا واحد من الناس نتمنى يروح عند بيب غوارديولا مانشستر سيتي، لانه ممكن سيصنع من امكانياته، يمكن ان يصنع منه العجب. لكن خروجه لدوري اخر مثلا الدوري الاسباني ولا الدوري الايطالي ولا ماش نعرفوا كيفاش لادابتاسيون تاع الجوار راح تكون، لانه تالقوا راهو في الدوري الانجليزي الممتاز. لذلك نتمنى يسير على نفس الخطوات اللي سار عليها محرز، حتى محرز لما تالق كانت عنده عروض من خارج الدوري الانجليزي، لكن فضل البقاء في الدوري الانجليزي لمعرفته الجيده بالدوري اللي كان هو الدوري اللي يناسب امكانياته. لذلك أيت نوري اعتقد بانه الدوري الانجليزي الممتاز اكثر ما يناسب امكانياته عمر، خاصه انه لاعب سريع مهاري
خصو مدرب لي يزيد يفورجي شويه. في رايك ما هو النادي الاقرب لآية نوري او اين يمكن ان يلعب آية نوري؟ لا نريدها ان يذهب لفريق كبير جدا ثم يبقى على الدكه. انا قلت لك نتمنى يروح لمانشستر سيتي. تمني اوكي، لكن هل سيلعب في مانشستر سيتي؟ هل سيكون اساسيا في مانشستر سيتي؟ انا مفضل يكون في ارسنال او في تشيلسي اساسي وما يكونش في مانشستر. بوغ اتر غون فو جوي دون لاكور دي احتياطي. المثل الفرنسي هذا واش يقول؟ تحب تكون كبير تاع مال كبار. تشيلسي يعاني هذا الموسم ومع اللاعبين اللي موجودين في تشيلسي لا اعتقد بان تشيلسي راح يغير 22 لاعب. ما كاش منافسه اوروبيه الموسم المقبل، لذلك انتقاله للسيتي مثلا افضل ليه، لانه السيتي تقريبا مدرب عالمي ويطور اللاعبين ويعطيه اشياء ما حش يلقاها عند مدربين اخرين، وزيد على بها زيد بزياده كما يقولك بالعاميه راح يلعب في كل موسم على الالقاب، لانه مانشستر سيتي مع بيب غوارديولا مع هذا الموسم الاول في كل موسم يحصد الالقاب، والدليل انه قريب من اللقب الخامس في ظرف 7 سنوات في البريمير ليج، لذلك المنافسه الاوروبيه اشياء جديده يكتشفها اللاعب ويعيشها ويلعب فيها اللي راح تعطيه اولا خبره اكبر وتحدي كبير امامه باش يزيد يرفع من المستوى ديالو. انا حبيت نتكلم هيك على الجانب الرياضي على كيف يسوق صورته آية نوري. هذا الاسبوع كان استقبل لاعبين من مدرسه طفولته اقل من 7 سنوات الى ما شاهدوا لاعب جزائري، كانت حتى الصفحه الرسميه للنادي وولفرهامبتون قامت بتسويق هذه الصوره. صور جميله، لفته رائعه، لفته رائعه، تكلم مع لاعبين عود خاصه في احد افضل مواسمه، تفكر وين جا وكان نادي فرنسي، ما تكلموش على اسم النادي ولكن اكاديميه اقل من 7 سنوات. نعم أمين. قلت لك في حصص سابقة أنه هناك اهتمام من جانب نادي ريال مدريد، وهذا لم يكن مجرد خبر فقط للتسويق ولكن كان من مصادر قريبة جدا من اللاعب. هناك أندية كثيرة مهتمة باللاعب. أنا أشاطر ميدو، أنا واحد أتمنى أن يذهب إلى نادي مانشستر سيتي مع بيب غوارديولا، يستطيع أن يطور نفسه وأن يصل إلى أوج عطائه. في أندية أخرى ربما لا يلعب. في مانشستر سيتي حاليا لا يوجد ظاهر أيسر بإمكانيات ومهارات. قيمته السوقية إلى أين يمكن أن تصل أمين؟ حاليا 50-60 مليون أورو. بين 50-60 مليون أورو. 50-60 مليون أورو. نعم. ميدو. 25-30 مليون أورو أقصى حد لحد لا. أقصى حد. هو فارق كبير بينك وبين بن شابير. و المواقع المختصة في تحديد أسعار اللاعبين بينكم تحدث عن 40-45 مليون يورو. ناخذ 60 صعيبة شوية. أنا ريال أونكور بروفي مازال ما تبتش، وجنسيته رياضية أيضا تلعب دور كبير، ذلك ترانسفير ماركت تعتمد على هذه الأمور والقيمة السوقية للاعب تعتمد على هذه الأمور، لكن ممكن أنه يتباع في آخر الموسم بشروط نادي ويلفرهامبتون راح تكون أكيد هما جابوه. ويلفرهامبتون نادي ما تنساش مملوك للصينيين ومملوك لخورخي مانداس، حتى خورخي مانداس عنده أسهم في النادي، لذلك رانا نشوفوا يجيبوا اللاعبين البرتغاليين، يجيبوا اللاعبين الصغار اللي عندهم يعني بروفيل تاع واحد ممكن فيتور جوار 5 ايطوال يخدم في ويلفرهامبتون ويعاود يبيعوا ويديو فيهم اموال. هذا هو عمل نادي ويلفرهامبتون.